هذا عندنا ورد الصباح، هاي اذا شعت الشمس مباشره يصير بها ازهار يعني كثيفه، فهاي احنا مسوينها على شكل مزهريه، وهاي الازهار مالته. هاي عندنا عده الوان، هاي اكو الوان ظهرت عندنا، هذا اللون يعني شلون الازبري، وهذا مطعم لونين، وهذا الابيض، وعندنا بعد عده الوان. فهاينا تجاه شعت الشمس يعني بها ازهار هواي يصير بها تجاه، طبعا هي مزروعه يعني بالاشعه الشمس المباشره، بس تجاه الشمس يصير بها ازهار اكثر يعني هسه، بينما مزروعه يعني بشعه الشمس المباشره يعني، وما جاي يعني الازهار تصير دائره يعني إلي، يعني الاتجاه الثاني بيه ازهار بس اقل من هذا الاتجاه، هذا الاتجاه تجاه الشمس يصير بيه ازهار اكثر. هاي ما شاء الله الالوان مالتها، وبدت بالتزهير هي. هاي الاتجاه الثاني، هاي بيها يعني اول بدايه الصباح تظهر يعني اشعه الشمس عليها، بس مو مثل الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني يصير اكثر اشعه الشمس. فهذا الاتجاه هسه به ازهار قليله تصير، بينما ذاك الاتجاه تصير مجموعه مال ازهار. فهذا ورد الصباح من يصير اشعه الشمس المباشره يصير به تزهير. بعد اذا صارت اشعه الشمس كلش قويه يعني بالصيف يفضل وضع مشبك اخضر، اذا مشبك اخضر يصير التزهير مالته مستمر. هاي الالوان مالته، هذا اللون مطعم يصير، هذا اللون الازبري، وذاك عندنا اللون الابيض، وبعد عندنا مجموعه مال الالوان البرتقالي والاحمر، وبيها عده الوان بعدي ما فتحت يعني بعدي. هذا الاصفر، هذا الورد البربيني او الناز، هاي الازهار مالته، هذا هم يتحمل الحراره،